مشاهدينا الكرام وفي قهوة عربي مساء الخير مرحبا بكم في فنجان قهوة جديد من خلال فنجان هذا المساء سنفتح ملفات الأعلام وبالأحرى ملف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الهيكة أكيد الأيام الفارطة سمعت ياسر هذا الاسم يتردد وتنقيحات ومصادقات وطلب تغيير وتنقيح والبرلمان وبيان للحكومة ومشروع من الحكومة برش حكاية حبينا نستوضحوها مع ضيفنا هذا المساء الاستاذ هشام السنوسي مساء الخير مساء الخير عضو الهيئه العليا المستقله للاتصال السمعي البصري مرحبا بك وبيك ومشاهديك الكرام أكيد هشام السوسي صحفي وإعلامي ونشط قبل الثورة وبعدها ممكن اختصيت في الذود عن حماية أهل الإعلام والاتصال يعني بداية المشوار بعد الثورة كنا في إعلام في كنف نظام كلياني شمولي رئاسوي ما عندناش هذا المتنفس من خلينا نقول من الحرية الإعلامية بعد الثورة صار متنفس كبير هامش كبير وحتى هناك من اعتبره انفلات بين هذا وذاك واليوم هناك من يقول أن نعود الى المربع الاول شيئا فشيئا يعني هو الفترة هذيك فترة يعني فترة تأسيس خلينا نقول آه بعد الثورة آه كان ثم لجنة اعلام <تكلم> كان فيها ذا جنيح سي مصطفى الطيف <تكلم> الهيئه الوطنيه لاسلاح الاعلام لا قبل لجنه بعد شكلت الهيئه الوطنيه لاسلاح الاعلام اللي تراسها سي كمال العبيدي وبدات تفكير لاول مره نلجأ نقول في تاريخ تونس بدات تفكير ما هو هذا الاعلام الذي نريد كيفاش باش تكون الحوكمه نتاعو يعني فالهيئه ذي اللي كان موجود فيها نجيب غوري سي عربي شويخه سي نضال الكافي مدام كنو انا كنت موجوده السيده راضية السعيدي يعني كانت مجموعه بخلاف الناس اللي خدمت اون باراليل مع الهيئه هذه وبدات هالرفليكسيون هذه كيفاش باش يكون لعلي بدينا نفكروا واستقر الامر على المرسوم 116 115 ساهمت الهيئه ايضا في مرسوم 41 اللي هو نفاذ المعلومه اللي نعتبره انا ثوره زاد كيف كيف في المجال هذايا واللي تطور توا من حسن الحظ انه التطور نتاعو كان ايجابي فبدينا نخمو انه كيفاش هذه حياه سياسيه باش تكون متعدده باش تكون متنوعه وبالتالي لازم حوكمه في الاعلام كما موجود في الدول الديمقراطيه في الدول الديمقراطيه الاعلام تحكمه هيئات مستقله مش الحكومة تحكم ما تحكموش بشكل مباشر الهيئات المستقلة هذه هي هيئات عمومية فاستقر الأمر على أنه يكون ثم هيئة تعديلية على شكل ما موجود في فرنسا أو بلجيكا أو بريطانيا أو ألمانيا تكون هيئة مستقلة في سبيل شنو شنو الهدف من ذلك الهدف من ذلك أنه على الأقل نظريا أنه مختلف الحساسيات السياسية الفكرية الفلسفية تكون موجودة في الفضاء الإعلامي دو تساهم في اثراء الحياه السياسيه وايضا تساهم في مساله اساسيه اللي بعدين نحكيو فيها واللي هي استعصت على استيعابها من قبل الفاعلين السياسيين الاساسيين تساهم في التداول على السلطه انه الاعلام يجب ان يكون له ايضا وظيفه سياسيه ولكن وظيفه سياسيه قيميه وهي التداول على السلطه هذا كلام يبدو طوباوي لانه بالنهايه انا ذاك الجميع قال كانت محاصصه حزبيه هي بعنوان بوجه اخر هي محاصصه حزبيه يعني في تركيبه الهيئات وانت تقول لي تمثيلات لاكثر ايديولوجيات وتوجهات فكريه معينه للاثراء هذا حسب تقول خلينا نرجع انا بالتواريخ لا ما في في مساله المحاصصه الحزبيه لازم نفسر لانه الهيئه الاولانيه او الهيئه الثانيه سواء كانت الهيئه الام اللي هي الهيئه الوطنيه لسلاح الاعلام والاتصال أه؟ او الهيئة بالعكس هو المعركه اليوم هو انه ما يكونش ثم توجه حزبي لهذه الهيئات بالعكس نحن ثم محاولات مثلا محاولات انه لتحزيب الهيئه بينما نحن نجي ونشوف اليوم نلقاو انه جمعيه القضاة هي المرشحه انه نقابة الوطنيه للصحفيين التونسيين اتحاد الشغل وبالتالي من رشح هؤلاء الأعضاء في الحقيقة هم بعاد على هيئات وطنية المسألة الحزبية والمجتمع المدني بعيد عن أي. الأحزاب والتحزب أي. وكذلك هو حتى في منطوق الفصل المرسوم 116 يقول أنه يجب أن يكون ما عندوش مسؤولية حزبية أو لا يجوز معناها أنه من وبدليل أنه بعدين في كراسات الشروط أي. أنه تم منع الأحزاب السياسية من امتلاك وسائل الإعلام السمعية البصرية بي. خلينا نرجع بالتواريخ الى 2 مارس 2011 يعني اعلان الهيئه الوطنيه لل... لاصلاح الاعلام والاتصال وبعد ذلك في نوفمبر 2011 كيف كيف بوتيره متسارعه تم الاعلان عن انشاء الهيئة لكن ما شافت النور و... إلا بعد سنة ونصف. فعليا الا بعد سنه ونصف في ذلك الاثناء عشنا انفلات اعلامي آه. كبير كيف يتم التعديل يعني وهي هيئة تعديلية هي هيئة رقابية قبلية بعدية خلينا نعطيه فكرة لسد المشاهدين خلي يفهموا شنو هو الهيكة فقط تسانسر وتوقف البرامج ولا شنو دورها بالضبط هو الهيكة عمرها ما سانسرت برامج بل بالعكس هي تشجع خاصة فيما يتعلق بالشأن العام تشجع لأنه كل الحساسيات تكون موجودة وترفع تقارير تقول راهو مثلا آه ثم عدم توازن في الانتخابات رفعت تقارير ادانت فيها بعض المؤسسات الاعلاميه اللي باعتبارها ان ما خدمتش بشكل اخلاقي المساله الانتخابيه ونزاحت الى هذا الحزب او ذاك تو للموضوع هذايا ولكن ثم مرحله انت اشرت لها وانا اعتقد انها مرحله اساسيه هي المرحله نتاع آه السنه ونص اللي ما تعاملتش فيها الهيكل يعني الهيئه الوطنيه عملت الهايكا عن طريق المرسوم 116 في نوفمبر 2011 من نوفمبر 2011 الى ماي 2013 كان ثم فراغ علاش ما تعاملتش الهايكا في الفتره هذيك باراده سياسيه الحقيقه ولهنا بدا يظهر التباعد بين ما هو سياسي وما هو اعلامي يعني ماناش على نفس الخط في التفكير في فتره الترويكا تحديدا بالضبط ما استوعبوش مسألة أنه يدار الإعلام من جهة مستقلة وبالتالي في الفترة هذيك بدأت تظهر خارج المنطوق واللغة والشعارات بدأت تظهر أهداف بعض الأحزاب اللي هي تكوين إعلام خاص به صار صارت الاعتصامات قدام الـ الـ قدام التلفزه صارت التعينات الاعتصام, الشهير بضبط ايه؟ الاعتصام الشهير صارت التعيينات بالضبط الاعتصام الشهير صارت التعيينات حسب الولاءات حسب الولاءات تم تعيين حتى رجل الامن على راس دار الصباح في الفتره هذيك يعني وبدات وصار بعدين بعث الاذاعات والتلفزات تبعثت العديد من الاذاعات ايه؟ والتلفزات بدون ادنى ترخيص بدون اي شيء وبدال من هنا يظهر انه الحزبي والسياسي انه مش مستوعب انه اعلام يكون مهني اخلاقي اعلام للمجتمع يؤدي خدمه المرفق العام سواء كان عمومي او خاص يؤدي فرق خدمه المرفق العام ومن هنا بدات الصدامات وقت اللي جات الهيئه في ماي 2013 لقات مشهد موجود فيه العديد من الاذاعات والتلفازات اللي هي مقرصنه اللي هي بدون اجازات كان نوع من القرار العقلاني يجي ندخلوا الناس هذوما الكل في المنظومه القانونيه وافكتيفمون قلنا لهم توقفوا على البث وتدخلوا تصير تصلحوا وضعياتكم وادخلوا ودخل. ثم قناه وحيده رفضت العمل هذا هي قناه الزيتون بل مش هذاك فقط قطعت يعني القرار نتاع الهيئه قطعته قدام الشاشه كانت تمرد يعني عنه. ومن هنا بدات اسمح ال... لي انا نسمي الاشياء بمسمياتها هذا طبعي اه. من هنا بدات حركه النهضه يعني تبرز يعني انه عندها مشروع في الاعلام متناقض الى حد كبير مع القوانين الموجوده فلولا الدعم الحزبي من قبل حزب وازن في السلطه ما كانتش تجرأ مثلا قناه الزيتونه هنا تقطع لانها جريمه وقت تقطع وثائق رسميه هذا راهي جريمه فهمت يعاقب عليها القانون فمن هنا بدات الصراع فبدل انه الهيئه تركز على تعديل المشهد السمعي البصري اصبح هناك صراع مع السلطه التنفيذيه صراع مع السلطة التنفيذية أكيد والهيئة هي وقتية حتى لين نمر إلى الهيئة الفعلية الدستورية في الأثناء أكيد أنتم تمر عليكم ستة سنوات يعني أنتم غير لأنه هناك محامي قام بقضية ضدكم يعتبركم غير معناه ما عادش عندكم الصيفة لتمثيل الهيكل و اذا كان سيذهب القضاء في هذا المنحة معناه سيتم افراغ الهيكل من محتواها الان أشوف. حتى المرور الى الهيئه الفعليه الدستوريه التي تعطلت لماذا تعطلت خلينا نبدأ من نقطه هذه من التوضيح حتى قبل ما نقعد يقول لك هم قاعد يحكي وينظر كل شيء هما ما همش شرعيين وما عنده علاش باش لنا اليوم هشام هو شوف يعني هذه التكنيك مع الاسف نتاع إدارة الحوارات والتكنيك م. هذه مدروسة بشكل كبير ياسر وقت نجي مثلا نقولوا أنه الهيئة هذه انتهت الصلاحية نتاعها هي فعلا استنادا لو استنادا إلى ماذا؟ الهيئة هي انتهت المرسوم فرق, فرق ما بين انتهت المدة وفرق ما بين انتهت الصلاحية الهيئة هذه بالدستور وبالقانون وبحكم من المحكمة الإدارية م. تقول انه الهيئة هذه يجب أن تسلم هذه العهدة للهيئة القادمة. يعني إذا أنت تنحي الهيئة هذه باش ترجع لنفس الفطرة اللي فراغ اللي هي فيها الفراغ ولا هنا يتعمل اللي ما تعملش. والطبيعة تقبل فراغ بالضبط وقتاش بدا المنطق هذا اللي هو خارج القانون خارج القانون واللي هو يصف كل القرارات اللي موجودة حتى قرارات قضائية على فكرة. اه. ماشي وقتاش بدا المنطق هذا هو في الانتخابات وقت الهيئه قررت وخرجت في البيانات وقالت الانتخابات غير نازية الانتخابات الاخيره تحديدا وقت قالت الانتخابات غير نازية لماذا غير نازية؟ لانه في الانتخابات في تونس لازم الناس الكل في وسائل الاعلام يخضعوا الى معايير حضورهم الاحزاب السياسيه حضورها في وسائل الاعلام او المترشحين يخضع الى معايير حسب بسحة الوقت و التمثيليه ماشي جينا في المعايير هذه اش تلقى تلقى قناة الزيتونة غير قانونية أه. وتخدم إلى صالح حزب اللي هو حركة النهضة تلقى نسمة تخدم إلى صالح قلب تونس صاحب القناة تلقى قناة, قناة سعيد الجزيري تخدم إلى صالح حزب الرحمة يعني هل يمكن ويتواصل البث والل... والحملة الانتخابية حتى يوم بالضبط. الصمت لا ولهنا مش نقول لك هل يعقل أنه شخص يحكي على القانون واستمرارية الهيئة من عدمها ويتحج بالقانون يقول الهيئة دي وفات المدة متاعها يفترض في شخص كيف هكا وقت يحكي كيف هكا أن هو يحترم القانون وخايف على القانون أه. وقتها نوليه في كونتاكس أما مع الأسف هو يتكلموا في الكلام هذايا لأن الهيئة رفضت أنها تكون شاهد زور <applause> وخرجت وقالت الانتخابات غير نزيهه. من الناحيه التقنيه انك انت اذا الانتخابات إيه لكن فقط إذا تقول اللي نكمل فقط الفكره، فب... اذا انت تهز ورقه تحطها في الصندوق تقنيا هذا ما فيش شفافيه مطلقه في تونس. ولكن كيفاش تعملت الانتخابات؟ كيفاش صار الارسيلمون كيفاش صار التضليل الاعلامي؟ كيفاش عدم التوازن؟ انت كحزب <applause> سامحني انت كحزب ممنوع عليك وتتحاسب بالدقيقة وتخش في التلفزة التونسية التلفزة العمومية ويشوفوا هما بيدهم عملوا مونيتورينج خاص بهم باش يشوفوا كأنك أنت قداش خذيت من دقيقة و وثم واحد مثلا كي سعيد الجزيري عنده 68 ساعة كلام هو ينطق ويحكي للناس فهل يعقل أنه الهيئة تسكت على مثل هذا الشيء بعض الهيئات الأخرى سكتت ونقول هنا مع الأسف كان ثم ديسيبسيون كبيرة فيما يتعلق باليزيد خاصة هذا اش حبيت نقول لك انه والباقي معناها سيبافون وجماعته يقولوا مخالفات انتخابيه لم ترتقي الى درجه الجريمه الانتخابيه معناها شنو كانوا ينتظروا باش ترتقي نحب نعرف تعريف المخالفه الانتخابيه والفرق بينه وبين الجريمه الانتخابيه فعلا لانه الامر نعطيك دليل نقاط استفهام حول نعطيك دليل هنا حزب الرحمه آه. اللي عنده إذاعة ما يسمى بالقرآن الكريم آه. تلقى آه. الأعضاء اللي خرجوا النواب اللي نجحوا هما في مجال بث الإذاعة عنده نواب خارج مجال البث ما نجحش حتى واحد فقط وين توصل مجال البث متاع الإذاعة نجحوا يعني لهنا نشوفها مدى تاثير هذه الوسيله الاعلاميه تاثيرها كبير برشا كبير برشا أيوة مساله نسبة مسألة, مساله التبرعات خليل تونس لعبت دور كبير ياسر في الانتخابات لانه بين شخص فهمتي ملفات موجوده في القضاء في القطب القضائي في القطب المالي موجوده فهمتي وقاعده الدرس وبين انه حزب ياخذ كل هذا المجال لانه ثم حقيقه ثم تضليل اعلامي خضع له المجتمع التونسي اللي هو مسألة التبرعات ومسألة الاستثمار في البؤس أنا نسميه هذا يحدث وقت الجيل الهيئة سمحني وقت تقول الشيء هذا وتخرجوا في تقارير وتقول الانتخابات لم تكن وإلى حد الآن نحن نقول في الهيئة الانتخابات لم تكن نازية وقت تقول الكلام هذايا وقت يقول لك الهيئة غير قانونية الهيئة هذه ايش قاعدة تعمل؟ هي قاعدة تعمل لأنه بالدستور لازمها تسلم العهدة هذه وأنتم في مجلس النواب ما عملتوش هيئة إلى حد الآن وما عملتوش قانون وبالتالي الهيئه لن تترك الفراغ ولن واستوعبت الدرس اللي صار في الهيئه الوطنيه لاصلاح الاعلام لان نسينا باش نقولوا ان هي تجمدت فهمتي ما كملتش الخدمه نتاعها وهذا دليل انه الفاعل السياسي اللي يخدموا في السياسه واللي يحكموا خاصه ما استوعبوش مساله اعلام حر مستقل انه يقوم بدوره خارج التجاذبات السياسيه. <applause> اي نشرقات قات معتيتنا يعني على الاوضاع الاعلام لانه احنا دائما نقول انه هذا بيه. المكسب المكسب الوحيد من من الثوره الان خاصه مع تردي الاوضاع الاقتصاديه والمؤشرات الاقتصاديه، تقولوا دائما الى جانب هذا النفس الديمقراطي الانتخابي، خلينا نقولوا الانتخابي مع الصندوق يبقى الاعلام، لكن خلينا دائما نشوفوا هذه العلاقه ما بين السياسي والسلط والاعلام، السياسي كسلطه مع الاعلام، دائما انت تومك بك تقول انه السياسي يريد ان يطوع بفعل. الاعلام، فما بالنا بالاعلام العمومي. اللي يعتبروه اعلام حكومي ويجب ان يكون اداه في يد الحاكم. شوف الاعلام بشكل عام وخاصه الاعلام العمومي. اعلام عمومي حسب رايي انا يعني اكثر من 50% لو نوزنوا المفهوم بتاعه هو مفهوم سياسي م. بالاساس. لانه يعني شو فرق بين اعلام عمومي واعلام حكومي؟ اعلام عمومي هو مرفق عام يصبح ويصبح كما قلت انه يندمج في المشروع السياسي اللي هو مشروع نتاع تعدد وتنوع وتداول سلمي على السلطه. كي تجي تشوف الاعلام العمومي في الخارج تلقى الوثائق نتاعو الاساسيه موجوده لدى هيئات سياسيه. مثلا تلقى وثيقه استقلاليه الاعلام العمومي او تمويل الاعلام العمومي تلقاها في لجنه الوزراء في الاتحاد الاوروبي. لانهم يتفقوا الدول يقول كيفاش كيف لا يمكن تحويل مثلا تمويل الاعلام العمومي الى اداه ضغط عليه وتطويعه تلقاها قرار سياسي نحن هذه الاشكال انه الاراده السياسيه لم تكن موجوده مع الكل على فكره سواء كان مع من وقت سي حمادي جبالي واحنا جايين حتى الوقت سي البيجي قايد السبسي يعني ما حتى فتره من الفترات أنه نحن نرتاح فيها ربما نقطة الضوء الوحيدة اللي صارت في آخر ولاية سي الشاهد الوقت اللي صحوا على عقد أهداف ووسائل مع التلفزة التونسية وهذا يعتبر إنجاز كبير الحقيقه ولازم الواحد يذكره في الجانب هذا ولكن سمحني فيما يتعلق بالسياسي وبين الإعلامي بالتأكيد ثم تداخل ولكن ثم شروط لعبة راهو الفيجارو ولا ولا تي عندهم توجهات راهو في نهايه المطاف ولكن ثم لعبه قاعدين يخضعوا لها مساله وقت لتقول تقول ما لازمكش تجيب واحد لازم تجيب الراي والراي المخالف ولازم تجيب مختلف الحساسيه يجيبوا ولكن اللي نتاعهم مثلا ولا الصحفيين نتاعهم او النشره نتاعهم تركز على توجه ما يعني ما مش مش مشكله انه التلفزه التونسيه تنطلق من قضيه الهويه مثلا او التلفزه التونسيه تنطلق من قضيه الحداثه، ولكن اخضع للشروط نتاع اداء العمل نتاعك انك تجيب مختلف الاطراف انهم يحضروا انك تطلع المجتمع التونسي على مختلف التوجهات الفكريه، هذا ولا تلافس مع الاسف حتى بما في ذلك بعض التلافزه القانونيه انها تشن في حملات وتحولت الى اداه نتاع بروباغندا وهذا اللي لاحظناه خاصه في الانتخابات الاخيره. قلت لي حبيت نرجع على نقطة اللي اعتبرت انه مكسب يعني تعيين الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات الإعلامية العمومية اللي هي التلفزة العمومية والإذاعة الوطنية، التلفزة التونسية الوطنية والإذاعة الوطنية، معناها حسب عقود لتحقيق الأهداف. هل هناك متابعة يعني على الأقل سيكليك دورية شوف أول شيء نهاية عقد لأنه العقد هذا قابل للتجديد مرة واحدة يعني نجم نحكي لك في إذا تتحاسب في آخر السنوات يعني نجم العقد هذا ما يتجددش إذا ما نجحش ولكن زاده ثم المتابعة الدورية ثلاثة سنوات نجم تكون تتزامن مع فترة انتخابية معناها أيوه تخدم جهه دون جهه اخرى معناها مع تنزيه الجميع نحكي لك في المطلق لا 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 نكمل لك الفكره لانه لـ لـ التقييم نتاع العقد هذايا ما يتمش في ثلاثه سنوات ثم التقييم نصفي توا بعد سنه ونصف باش يتم التقييم يعني نتاع العقد هذا في وصلنا فيه مساله ابعاد صحفي او قرار ما ياثر على المضمون انا علاش نقول لك هذا من صميم صلاحيات صلاحيات الهيكل بحسب منطوق المرسوم 116 أه ومسؤوليه الصحفيين اه. مسؤوليه الصحفيين لانه مسؤوليه الصحفيين خلينا نوعيوا الزملاء اللي قاعدين ماشي. يتبعوا اليوم وقت اللي في العقد الاهداف تقول انه يجب على رئيس المدير العام انه يرسي منظومه التعديل الذاتي بمعنى اه. انه الشان الصحفي والشان المضمون اه. الصحفيين هم اللي يناقشوه <applause> ما ينجمش مثلا فهمتي بي دي جي وهذا بالقانون ما ينجمش يجي يقول الصحافي ذي انا ما يعجبنيش ما يخدمش ما يرقليش ما نتفاهمش انا وياه الكلام هذا مش موجود لانك اذا انت تاكد وتعمل الهياكل نتاعك نتاع التعديل الذاتي وتصير المشاريع تاع البرامج وينظروا فيها الصحافيين في حد ذاتهم ويقولوا هاو كيفاش باش نتناولوا هذا الخبر. إيه هذا مش قاعد صاير توا ولكن تحكي لي على حاجه هو لا لانه لانه حتى مجالس التحرير حتى الهيئات الصغيره يعني احيانا يتم انتخابها هكا يعني لا لانه لهنا لهنا يرجع انا دائما نحمل مسؤوليه للصحافيين في الجانب هذا علاش؟ يعني العقد نتاع الاهداف هذايا ما يخصش البي دي جي يخص التلفزه التونسيه هو البي دي جي يمضيه باسم التلفزه التونسيه. يعني انت كصحفيه موجودة عندك بنود تتعلق بك وهي إرساء منظومة التعديل الذاتي يعني ثم مجالس تحرير وأنا اللي نحدد طبعا في إطار حوك ما, ما فأنت وقت تجي تقول مثلا راهو تعمل آه مجلس تحرير بدون ما نعلموا به بدون ما أخبار الناس بدون ما ناقشوه بدون ما ندخل الانتخابات مثلا في الجانب هذا وقتها الصحفيين يقولوا لا وتأكدي أن وقتها الهيئة تنظر اسكو فهمتي تم اعتماد المعايير الأساسية متاع الشفافية ومتاع الحوكمة في ذلك ولا لا ولكن مع الأسف زاد نقول بكل صراحة تم صحافية ما قرأوش أصلا العقد الأهداف هي شنو دورها الهيئة دورها تقول هذه المؤسسة يجب أن تكون مستقلة دخلت في صراع مرير مع السلطة التنفيذية في سبيل أنها تعمل عقد الأهداف والوسائل وعملت عقد الأهداف والوسائل هذه ماشي اليوم عقد الأهداف والوسائل هو كيفاش باش تكون ثم حوكمه في وسط التلفزيون انه بي دي جي ما يحكمش وحده والصحافي ما يحكمش وحده انه ثم لعبه يتم الاتفاق حولها مم. نحن في الهيئه في الموضوع هذا تحديدا ما جاتناش حتى شكوى ما جاناش حتى واحد قال راهو مجالس التحرير ما تمتش بشكل قانوني تأكد بعد مشاهدة البرنامج وبث بشي جيك برشا شكاوي في هذا الموضوع لأنه احنا اهل الاتصال على علم بذلك اهل الاعلام في بعضنا واكيد موجودة الحالات راهو ما من الاعلاميين معناها كترهم كواجهة مقدمين كصحفيين معدين كتقنيين كذلك موجودة برشا الحكاية هذي حبيت نمر الى نقطة اخرى بعد ما اثرت ممكن نقاط ذاتية تخص أهل الإعلام. مؤخراً صارت هناك مطالب لتنقيح نص المرسوم 116. والحقيقه كانت الامور صارت بسرعه كبيره وانا قريت معناها حتى تصريحات لنواب يقولوا انه مش مصدقين كيف صارت العمليه يعني في يومين وكيفاش تم التشويش حتى اللي يحبوا يتدخلوا اللي كانوا ضد وكانت سعاده كبيره مثلا من ائتلاف اه الكرامه سيف الدين مخلوف على صفحته في الفيسبوك يقول نحن صادقنا على تمرير هذا القانون لتنقيح المرسوم 116 بما يفسح المجال انه ما عادش هناك ترخيص لانشاء اذاعه او تلفزيون تولي مجرد تصريح هاني علمتك بالضبط هو شوف يعني المشروع هذا نتاع تعديل المرسوم 116 انا نكتفي في الجانب الساعه الاجرائي كيفاش في وسط كيفاش تخدم في وسط مجلس نواب الشعب نكتفي ب مثلا بالتصريح نتاع النائبه نسرين العماري نكتفي بالتصريح نتاع السيده مريم اللغماني اه. فهمتي في الجواب قريت كلها تصريح يعني اللي يقولوا راهو ثم نوع من البلطجه البرلمانيه وثم اعتداء على الاجراءات والقوانين نتاع البرلمان وثم يعني لي ذراع في سبيل انهم يحطوا الوحده هذه اللي قالوه النواب مش انا نتجاوز هذا ونجي نشوفوا في المبادره هذه شنو هي لا يكفي انه الدستور يقول لازم من قانون ولازم تتشكل الهيئه الدستوريه النهائيه وتاخذ مكانها وهذه مسؤوليه البرلمان مش مسؤوليه الهيكل ماشي هما ما نجحوش في هذا في الدوره البرلمانيه السابقه وفي هذه شيجيو يجيو يعملوا يقولوا علاش ما نعدلوش ل 116 هذه كله بعد الانتخابات وبعد تقارير الهيئه اللي خرجت واللي ادانت التجاوزات اجا نحيو اعضاء المجلس هذايا هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى نحيو نظام الاجازات وشوف محليها يعني من ناحيه الديمقراطيه هكا اي واحد تونسي يجي يعمل تلفزه يجي يعمل اذاعه اكثر من الحريات هذه فهمتي كذا وهذا يقول لك تتويج الى الحريات نفس الاشخاص اللي يتكلموا في الكلام هذايا لا يعترفون بالمواطنه فكره المواطنه اصلا المراه ما يعترفوش بها هما اللي كانوا ضد الحقوق والحريات في كل مره هما اللي عملوا التدوينات اللي موجودين في بعض الموجودين في لجنه الحقوق والحريات كفروا الهيئه يقولوا انه هذه الهيئه تخدم ضد الاسلام ضد هذا لا نحكي أي. لك يعني الساعه ولكن تجي تشوف انت تحت الطاوله شنو الطرح هذا اللي فيه الطرح هذايا هو انه ثم القناه باش نعطيك فكره القناه مصروفها مصروف الشهري تلفزة مصروفها الشهري لحد الادنى 300 الف دينار 300 مليون اي 300 م. مليون وقت تلقى قناه تشتغل من 2012 الى حد الان بدون حتى اشهار يطرح نورمالمون يحكي تو اليوم تقصد اي قناه اللي يحكي اليوم نقصد الزيتونه م. اللي يحكي اليوم على الفساد ويحكي على تضارب المصالح يفترض انه ما يكونش في بيت من زجاج ما احلاه تونس وقت تحكي على تضارب المصالح لكن اذا كان من 2012 معناها الى روش عليه البث وهو يبث على قمر صناعي معين معناها قاعد يدفع في رسومات نتاع القمر الصناعي يعني صح ولكن الرسومات هذه يفترض ان تدفع بالعمله الصعبه وقت تمشي انت للبنك المركزي باش تحصل على حركه الاموال كيفاش قاعد تدفع الفلوس هذه ويرفض البنك المركزي ساعه تدخل وبعدين بعدين في مسار قضائي ونمشي لهيئه نفاذ المعلومه وهي تنصف الهيئه وبعدين تحصل انت على الوثائق ويتبين لك انه منذ 2012 الى حد الان هناك قناه تدفع في العمله الصعبه بدون اي تراس بدون اي اثر في البنك المركزي وفي الخيوط الاساسيه البنكيه اللي على اساسها يتم تحويل الاموال آه هذا معناها قاعده الفلوس تدفع من برا من برا يعني ثم جهات اجنبيه. اليوم وقت اللي يجي طرح يقول لك انا افتح لي تو مثلا قنوات كبيره، اعطيك قناه التاسعه مثلا، مم. قناه الحوار التونسي، مم. آه قناه كارتاج بلوس، هذوما قنوات يعني يعتبروا يعني حانوني. عندهم حضور وعندهم حضور يعني. هذه قنوات تعيش في ازمه ماليه كبيره جدا بالاشهار اللي عندها يعني آه اليوم الحوار التونسي مهدد بالاغلاق. آه التاسعه كانت قاب قوسين أو, او ادنى من انها تسكر قبل رمضان. وحتى الحكومة وكذا ناقشوا الموضوع هذا لأنه الهيئة طالب صندوق لدعم الإعلام الخاص وإلى حد الآن هذا المطلب موجود بأه إذا أنت تجي هذوما ما نجموش وتلقى واحد يطلب أنه خلينا نحل التلفزة وخلينا نحل إذاعة هذا حسب رأيي يحمل شبهة فساد تبويض أموال وأيضا يحل الباب لجهات أجنبية أنها تدخل للمشهد السمع البصري في تونس وهذا هو الهدف الحقيقة انهم كيفاش لانه ثم دول خليجيه سواء كان في الامارات او قطر يعني ما عنديش فرق بيناتهم انا اما ثم دول خليجيه ثم تركيا معنيين حقيقه بالمشهد السمع البصري في تونس ويحبوا يدخلوا له علاش لانه المنطقه متحركه سياسيا ليبيا الجزائر غيره يحبوا يرجعوا تونس كبلاتفورم موطأ قدم سياسي. موطأ قدم بالضبط ويشتغل على صناعة رأي عام سواء كان في تونس أو حتى على المستوى المغاربي باعتبار الحريات واستغلال الحجم تاع الحريات هذا وباعتبار أن تونس مثل محتذى حاليا و... مع الأسف الكلام هذا قلناه في البرلمان قلناه في الإذاعات قلناه في الجرائد ما ثم حتى واحد فتح ملف كيفية تمويل مثل هذه القنوات كيف يتم كيف يتم تحويل الأموال وواحد حتى واحد ما يطرح الموضوع هذا فإذا إيه سمحني الجملة جملة أخيرة هذه تقول لي هذه جرائم مالية جرائم مالية والجملة الأخيرة نقول لك إنه اللي يحدث الآن في الإعلام ينزع المصداقية على أي خطاب يدعي إنه يحارب الفساد ويدعي إنه يحارب في تضارب المصالح ينزع المصداقية لأنك أنت عندك حالات فساد قدامك تخزر لها بالعين المجردة مش مستحقة تحقيق نحن عندنا الوثائق ونقول لك هاي الوثائق وانت ما تحبش تتحرك ساكنا يعني ده اللي رئيس الحكومة مش اللي. يعني نداء الى البرلمان السلطة الاصلية مم. اين انت يا برلمان نحن نعطيه فيك في ملفات ونقول لك راهي ملفات فساد اين انت اليوم لازمنا نحكيه في الموضوع هذا لازمنا نحكيه في في الناس لكن اللي لجنه لجنه الحريات هي التي سارعت يعني الحريات عضو في قلب تونس وموجود فيها ائتلاف الكرامة بخلينا نوضحوا علاش لانه قبل قبل ما نمر علاش قلب تونس وائتلاف الكرامه والنهضه هما اللي صوتوا بسرعه كبيره اللي عم تقريبا عمره مش مشاهدها مشروع تنقيح صحيح. قانون في في تاريخ البرلمان أجري. التونسي الحديث يعني في نهارين اقل من 24 ساعه مع هارس لانه للنواب اللي كانوا اعضاء في اللجنه وكانوا ضد هذا وهم 11 صوتوا معاه واثنين فقط يعني واحد تحفظ وثلي وال حسين نجنيح تحفظ وواحد كانت ضد اللي حبيت نقوله لك في المقابل. قناة نسمة مثلا تقول أنه صار تهجم كبير وفوكس كبير معناه أنا شغل ما على القناة وخاصة في عملية تقليع الأجهزة وفسدوها حتى مش حتى تم عزل الأجهزة معناه عن العمل بطريقة معناه متاع ناس خبراء كان معناها بنية التهديد بنية التهديم بنية الافساد كذلك في فتره معينه يقولوا حبونا ندخلوا البيت الطاعه على ذاك في فتره معينه صارت الضغوطات علينا احنا ممكن ما صارتش على قنوات اخرى واذاعات اخرى هذا اللي يقولوه معناها شوف الكثيرين سواء من الزملاء في ناس ما ولا حتى صاحب القناه شوف يعني يعني الناس يعرفوا تماما وسمعوا التسريبات يقول القوة العامة اللي هبطت كأنه يعني وكر إرهابي مش قناة قاعدة بث هو شوف هي أكثر من قناة بدليل أنه اليوم جزء كبير ياسر من مشهد السياسي تحكم فيه قناة هذه ممنوع على قناة أنه يملكها حزب اليوم حزب مالك القناه قلب تونس تبعته قناة نسمة. يعني لبنانه, لبنانة الساحه الاعلاميه في تونس بالضبط. على الطريقه اللبنانيه بالضبط ولكن على الطريقه اللبنانيه على الاقل هذوكم حزب المستقبل يمتلك قناه كذا اما هذوما احزاب اما وقت اللي يجي مثلا في قناه نسمة وقت اللي تسمع نبيل القروي في التسريبات يشوه الصحفيين يقول لهم امشيوا ادخلوا للدار نتاع بنيه تخدم في المجتمع المدني ويقولوا له وينها بنتك وتعرفها توا فينا بقعه وكذا وقت اللي يقول انه انا عامل القناه هذه باش لكم كذا وكذا كلام نبي يعني هذا هو نفس الشخص اللي يقول ان حب نتبرع للمجتمع التونسي نفس الشخص اللي اليوم يقول رفع لواء مكافحه الفساد ونفس الشخص اللي حارب في تضارب المصالح ما تحس يعني القضيه مش شخصنا ولا لا تحس انه ضد شخصنا لا لا ثم ثم انحدار اخلاقي سياسي كبير برشا مشكلة الهيئة هذه ومشكلة أعضائها واللي أنا نحييهم من الموقع هذا أنهم قروا وبدون استثناء في الأعضاء ذوما أنهم يقولوا الحقيقة اليوم سمحني, سمحني, اليوم وقت اللي نقولوا تضارب مصالح و... وفساد ونحبوا نحاربوا الفساد أنت قناتك غير قانونية أنت قمت بالدعاية وبالإشهار السياسي لحزبك بخلاف بقية زملائك في الأحزاب الأخرى ما تنجمش تعمل هذا انت قلت انحدار اخلاقي قلت انت عدم احترام للقانون في المقابل توسد المشاهدين اللي تبعوا فينا يقول لك احنا في المقابل اذاعه الاسم اللي يسمى القران الكريم اللي صاحبها سعيد الجزيري يعني كيف ما قلت انت قامت بحمله انتخابيه حسب كلامك انت في اول اللقاء وقلت انه اشعاعها السياسي توقف حيث توقف البث مجال مجال البث هو ومشى سامحني وتم اتهامك انك توقف في اذاعه تنشر كلام ربي وحتى معناه هناك فما ناس تعديت عليك واعتبروك انك يساري متطرف استئصالي واللغه هذه شوف <applause> انت قلت وهذا هو اللي تقال <applause> لا لا قاعد يتقال كل يوم وفما حتى شكون كفرك وفا وابوك والامور الجوادي وسعيد الجزيري في حد ذاته يكفر في العباد فعلا نحب نقول نفس الاشخاص اللي يتحدثوا على الحريه المطلقه لماذا تحاملت على قناه القران الكريم؟ حسنا نفس الاشخاص اللي يتحدثوا على الحريه المطلقه هم نفس الاشخاص الذين يكفرون العباد وقت اللي تكفر عبد راك تفتش على انسان يغتاله في نهايه المطاف لانه ينجم انسان بسيط يجد عليه الكلام هذايا ويهز ويضربك يعني هم هذا اللي قاعدين يقوموا به، وهذا اللي قاموا به تاريخيا، الاغتيالات السياسية في جزء كبير منها قامت بالشحن وبالكلام، مش بتنظيم عمليات اغتيال. فهمتني؟ لطفي نقض سحلوه في تطاوين قدام العباد الله يرحمه، م. سحلوه بالكلام في الأول، قدام على مرأة من الناس، لأنه الشحن اللي صار ضده في اللول يعني ما كانتش العملية كيف نفس عملية اغتيال شكري بالعيد. ولكن نراه هيهات انهم يخوفونا بالطريقه هذه يعني لانه نؤمن انه الساعه نتاعك يحددها موله الله سبحانه وتعالى مولى سبحانه وتعالى فاليوم أنا نتمنى ما نوصلوش الامور معناها اليوم سامحني في مساله اذاعه القران الكريم هذا حزب اسمه الرحم يجي مدلك يحب ياخذ اجازه تقول له الاحزاب لا يحق لها انها تمتلك وسائل اعلام وراه الوسائل الاعلام الدينيه لا يمكن انها تتعمل الا من قبل الاعلام العمومي. م. هو الوحيد اللي يعملها، علاش؟ لانه الدين ما نعطيهش كوسيله لاشخاص يعملوا في السياسه، كي هو حتى الاذاعه ما حبهاش تكون جمعيات. وحتى المرسوم 116 يقول لازم يكون هناك التنوع بالضبط في في فهذا المهم. وقت اللي يشد لك هو وحده. شوف النموذج الصحفي اللي طرحه، هو وحده يبقى يتكلم 68 ساعة في الانتخابات، 68 ساعة، وهو وحده اللي يتكلم، هو وحده اللي يعبر. ما ثماش عمل صحفي من اساسه، ما ثماش برمجه اصلا، ما ثماش برمجه. فانت كيفاش تنجم تعطيه اجازه؟ اضف الى ذلك انه شخص وقت يجيب جهاز يمكن انه يستعمل في المخابرات، جهاز نتاع بث رسائل Limiter. اللي هو ليميتور mm. يجيبه مهرب لانه الجهاز هذا ما ينجمش يدخل الا باذن من الهيكاو اذن من الديوانه إذن من الوكاله الوطنيه للترددات كيفاش دخلت تهريب وقت الانسان يهرب في الاجهزه ويدخلها والسلطه قاعده تتفرج ولهنا دور الهيئه الهيئه ما عندهاش الوسائل نتاع الانفاذ ولكنها على الاقل فضحت والفضح هذايا وصل اللي مؤخرا عمل اذاعه جديده في صفاقس والحمد لله انه في الاذاعه هذيك في صفاقس انه اللي انا نشكرهم السلطات ونشكر السيد الوالي في صفاقس إنه موقفه على البث وصادروا الجهاز المهرب هذا اللي هو جهاز البث فنحن اليوم راو نحكيه على هشاشة الدولة ونحكيو على خطورة كبيرة ياسر في المشهد السمعي البصري إذا خلينا نلخص الكلام اللي كنت تقول فيه بالنسبة لي كنت هناك تضارب مصالح ولغايات في نفس يعقوب إذا كان حزب حركة النهضة وإئتلاف الكرامة وحزب قلب تونس صوتوا من أجل تنقيح هذا القانون وصادقوا عليه يعني ومروه قل لك علش أي قل لك ثم إمكانية أن تصير انتخابات اليوم تم إمكانية أنها تصير الانتخابات هذه القنوات غير قانونية أصبح الأجل متاعها أصبحت فضيحة وجودها وممارستها لعملها خارج الأطر القانونية أصبح فضيحة بالنسبة لهذه الأحزاب فاليوم الاستباق وقت نقوله فقط نظام التصريح انه تطبيع وضعيه هذه القنوات وبالتالي يكون عندها دور في الانتخابات القادمه. أنا على طريقه كان عمل جمعيه. بالضبط يعني يعني العمل اليوم نتاع البرلمان ما هوش مبني على فكرة الاساسيه اللي هي الصالح العام انه هو كيفاش باش يكون عندنا اعلام نزيه حرفي اخلاقي لا اصبح الحزب يشوف اموره اليوم ويصيغ قوانين على مقاسه هو والقوانين هذه يستغل الاغلبيه البرلمانيه في سبيل انه يمررها وهذا مشهد الحقيقه قاتم المشهد هذا اللي, اللي موجود اليوم في تونس في المقابل الكثير من الهيئات الوطنيه حتى النقابه العامه للإعلام حتى جمعيه القضاه الكثير من الهيئات الوطنيه في تونس تضافرت جهودها وباركت البيان والمشروع اللي تقدمت به رئاسة الحكومة ل يعني تنظيم هذه المسألة لو تحدثنا على مشروع رئاسة الحكومة واللي اتفقوا فيه حتى هيئات اللي كانت ممكن مختلفة حول العديد من النقاط مع الهيئة شوف لازم كل واحد تعطيه حقه اه رئاسة الحكومة ذي جيت عملت شنو هي المبادرة التشريعية المتفقين حولها المجتمع المدني والهياكل المهنيه والهيكل جينا قدمنا مشروع هاو المشروع هذا متفقين رانا حول هذا جاوا عملوا رئيس الحكومة خذوا المشروع هذي وخدموا عليه ثم امكانيه فما تنقيح في النقطه الفلانيه تنقيح في النقطه الفلانيه في الفلانيه أه. اتفقنا حول ذلك حول هذه المسائل وتم اعتماد ذلك باعتبارها مبادره تشريعيه من قبل الحكومه م. يعني هذه ساعه قبل كل شيء لاول مره حكومه منذ يعني منذ 2014 انه حكومه تمشي معك في التوجه هذا هذه من ناحيه الناحيه الثانيه انه الحكومه اعطت المبادره هذه اعطتها لل نواب النواب الشعب انا ناكد لك ان المبادره هذه بالرغم انه ثم اولويه للمبادره الحكوميه سوف يتم تعطيلها خاطر بطريقه استعجاليه الرجال نظر بطريقه استعجاليه ولكن مكتب و... المجلس وقريبا بين العطله الانتخابيه مكتب المجلس امبارح احنا تم اقرار المبادره نتاع ائتلاف الكرامه وباش يبعثوها ومن الموقع هذا انا نطالب السيد رئيس الجمهوريه انه في نهايه المطاف اذا تم اقرارها في الجلسه العامه انه ما يصدقش عليها انه ما يمليش عليها لانها هي مبادره ضد الصالح العام وضد تونس في حد ذاتها وسوف تبحث يعني تفتح باب على مس من السياده التونسيه ومن الامن الوطني التونسي اللي هو يدخل في صلاحيات رئيس الجمهوريه انت لهنا أه تحيني الى ستاتيو تدوينة كتبها النقيب نجي البغوري ويقول أنه لن يستفيد من هؤلاء إلا وسائل الوسائل الإعلامية تصدح معناها بأصوات الدواعش والإرهابيين والمتطرفين لأنه من يريد أن يعمل حق وعنده أموال باش يعمل وسائل الإعلام ويحبها معناها بطريقة نجي بغوري أشوف والحقيقة تم التهاجم عليه حتى طبعا يتهاجم عليه كنا يتهاجم علينا تو طيب اي واحد يقول الحقيقه ولا ما تمشيش في هذا التيار طيب فهمتي تم تهجم عليك أه ولازم يتهجموا عليه وهو مسؤوليته نجيب غوري وهو وقت يقول الكلام هذايا نجيب غوري سمحني وقت يقول الكلام هذايا لانه يعرف معناها قناه ويعرف ايش معناها الدواعش وشنو يملكوه من فلوس ومن اموال يعرف لكن... انه سوف يستفيدون كلامه راه صحيح لن يستفيد من هذا القرار الا التطرف لكن ها هوني باش يقول لك انت قاعد تسحب في كلام عام على معناه والشيطان كل انسان يحب يستثمر في الاعلام والهيكه قاعده تعطل وممسكه بسكوك الغفران وسكوك معناها التراخيص وتعطي الناس دون ناس وما هو هذا موجود ويقول لك علاش انت تعطي ترخيص لزيد وما تعطيش ترخيص لعمر لا شوف شوف انصاف هما عندهم ماكينه خاصة في الفيسبوك واحد نتاع تشويه وماكينة نتاع تضليل الرأي العام ما يحكيوش بالقانون هما يقولوا أي كلام ومع الأسف نبدأ ونحن نردوا فيه الكلام نتاعهم ونوليو احنا سيبور نتاع الكلام هذا سيبور أنا أنا نعطي الرأي مم. والرأي المخالف خاطر أنا موجودة بأنو... لهنا نعطي آراء زاد شرعات على اختلاف أطيافها مش تقصد فيك نحكي مم. بشكل عام آلية يعني إفشاء الإشاعة والتشويه والمس من الناس تو هما يقول خطور الدور يقول لك حريه التعبير هذوما أه. مثلا الهيئه ضد حريه التعبير هما هذ اللي يقولوا مم. وانت تعرف والناس اللي يمارسوا في الاعلام يعرفوا اذا الهيئه ضد حريه التعبير ولا لا ولكن اذا انت مع حريه التعبير ما الحريه التعبير عندها معاييرها الدوليه اسكو اسكو انت مستوعب وتحترم المعايير الدوليه لحريه التعبير ولا اهم شيء في حريه التعبير هو الاختلاف انك انت تحافظ على الاختلاف هذوما يمشيوا يعتديوا على صحفيين تم الاعتداء على صحفي تم انه وضع اليد على الكاميرا باش ما تصورش منع الصحافيين من التصوير طردوهم عملوا اعتصامات قدام التلفزه اهانوا الصحفيين اي حريه تعبير يتحدث عليها روقت الحريه التعبير الحديث عن الحريات والحديث عن فكره الاختلاف عندها مشروعيه نسمعها من الناس عندهم المشروعية في ذلك ناضلوا من أجل هذا الشيء ولكن أنك أنت تستعمل حرية التعبير باش تحفر بها في مكان ما وبعد ما حفرت بها سيفيني تغطيه البقعة ذيك ونبطلوا من حرية التعبير هذا اللي صار مع الأسف الأحزاب التي اكتوت بقلب حرية التعبير سياسة مش سياسة يعني التوظيف أصبح هناك توظيف كما خطاب الفساد يتم توظيف كلمة الفساد لضرب خصوم سياسيين اكيد بتين دوله كل بالضبط نفس الشيء تو حريه التعبير وانت لا تعترف بحقوق المراه راهو اللي يحكي وخاصة المحترفين بتاع حرية التعبير وبتاع الاختلاف راهم عندهم حتى مشكلة مع المناصفة في الإرث مثلا مستحيل م. واحد في العالم يحكي على حرية التعبير ينجم يناقش مسألة مناصفة في الإرث ولا يعني الحقوق الأساسية الفردية لا تناقش أما أنت تحكي لها حرية التعبير وأنت ضد فكرة المواطنة في حد ذاته وينجم واحد يكون بالتفكير نتاعهم ينجم يكون أفغاني أقرب له من واحد تونسي يا اخي انا ما ينجمش يكون واحد افغاني او تركي اقرب لي من واحد تونسي مهما كان الاختلاف المرسوم 116 يؤكد فحواه يؤكد على انه الهيكات تسهر على مراعاه الهويه التونسيه في فحوى البرامج التي تبثها وسائل الاعلام السمعيه البصريه هذا كله موجود في القانون حبيت اذا بالنسبه لي نحن توضحت الصوره هي يعني مصالح معينه واهداف معينه من خلال تمرير هذا القانون حسب ما كنت توضح لنا سي هشام سنوسي عضو الهيكل خليني باش نسالك فيما تبقى من الوقت على مسائل تقنيه نحب نمر عليها مثلا هيكل القياس نسب المشاهده الميديامتري اللي خبرش شركات سبر اراق قاعده ماخذه المونوبول هذايا ومسيطره على الساحه واكيد من خلال نسب قياس المشاهده يتم توزيع الاشهار اللي هو شريان ونفس ومتنفس وسائل الاعلام. هو نحب نذكرك في حاجه في 2011 ما يساش كان نرجع بك التالي اول بيان كان ضد اصلاح الاعلام جاي من المستشهدين. في تونس فكره الوكالات اللي تحكي عليها انت والمستشارين راهم ما همش يحبوا فقط يحطوا البرودوي نتاعهم في التلفز مش الكل طبعا م. ثم بعض المستشارين عندهم ادوار سياسيه وعندهم تصور سياسي وبالتالي يحطوا في فلوسهم وتسلط سياسي بذر. يحطوا في فلوسهم في تلفازات بغض النظر على نسب الاستماع والمشاهد لهنا الهيئه وخرجت القرار نتاعها وان شاء الله السلطه هذه تمشي فيه السلطه التنفيذيه قررت انها تعمل هيكل رسمي موجودين فيه المستشارين، موجودين فيه الاذاعات والتلفزيات العموميه والخاصه يقيس نسب الاستماع والمشاهده. قدام الناس الكل. جي شركه تاخذ وهذا معمول به كما ميديامتري مثلا في فرنسا، كما جي في المانيا، كما في المغرب عامله كيف كيف عامله ميديامتري في المغرب. فهذا معمول به. تونس لازمها تعمل هيكل يقيس نسب الاستماع والمشاهده وعلى ضوء نسب الاستماع والمشاهده يصير ترشيد عمليه الاشهار لأن مش معقول ان ننتج في مضامين ونخسر في فلوس وانت تجي تحط الاشهار نتاعك في مكان اخر وانا عندي نسبه استماع الواحد وجيت تعتمد رقم مشكوك فيه والناس كل وخاصه حتى من غير ما ندخلوا في النوايا لانه الطريقه نتاع احيانا احيانا ارقام تبدا مضحكه مضحكه علاش؟ لأنه الطريقة بال بالتليفون يهز التليفون توا اللي باش نعملوها احنا هو انت والعينة معناها تنجم تطيح في عينه ما باش نعملوه نحن هي ابليكاسيون اللي هي يعني تقرر بشكل الكتروني مجرد على ارادتك انت تضغط الزر ثم بلغط. بالضبط آه. ثم بانيل يتم تحديده يعني ثم ناس يصير عندهم لي كوموند هذوما وكل شيء وهما يعطيوك بالضبط شكون قاعد يتفرج في البرنامج هذاك نسبه الخطا واحد. الهيئه خرجت القرار نتاعها عطاته للحكومه مبدئيا الحكومة أعطت موافقة مبدئية وش ندخل على أساس في تنفيذه إن شاء الله لأنه بر الكثير من المشاكل ونعرفه بالفعل شكون الأكثر متابعة والشكون اللي أكثر تأثير زادة بطريقة أو بأخرى تو من قبل كانت تتحدث وهناك من يعتبرك تتحامل على القنوات والاذاعات التي ليس لها تراخيص واللي تنفذ في اجندات سياسيه معينه ويعني فاتحه ابواق لكل ذلك، لكن في المقابل ما ما تحدثناش عن القنوات حتى اللي امورها مقننه وبتراخيصها وكل شيء، هل في هذه القنوات هل خطابها سليم؟ وفحوى بثها سليم يعني كخطاب وكمضمون وهل من رقابه للتعدديه الحزبيه السياسيه في وسائل الاعلام سواء كانت خاصه ولا حتى عموميه؟ صحيح ثم على الرقابه ثم تقرير يخرج في الانتخابات خرجنا تقرير ابرزنا فيه انه ثم خلل كبير يسر في مساله التوازن بين مم. الاحزاب وحضورهم فهمت بدون ذكر القنوات يعني ولكن أي. تم الحديث مم. في هذا الشان تم تسليط خطايا ولكن هذه القنوات حتى وان اخطات هي خاضعه للتعديل تم تسليط خطايا بالمليارات راهو الخطايا اللي سلطتهم الهيئه <applause> على القنوات ولكن هي قنوات قانونيه خاض على التعديل نحن من ناحيه سلطة الخطيه ومن ناحيه اخرى المشروع المقدمين الحكومه واللي نحكي عليه هو لابد من صندوق لدعم الاعلام الخاص دعم الجوده في الاعلام الخاص لانك زاد باش تبقى تخزر الوسائل الاعلام وهي تغفق وما عندهاش منين تصرف وتقول لها اعمل لي الاجناس الصحفيه النبيله واعمل كذا يولي يشوف على, على صندوق لدعم الاعلام الخاص تو صندوق لدعم بجوة. المؤسسات وصندوق لدعم الاعلام الخاص هذه هي التنفسية. لا وال... بالعكس بقى... البقاء للأفضل البقاء للأرقى اذا نجحت وكان عندك خير من مشهد متعدد مش متشرد نعطيك مثال والدوله باش تدخلوا في صناديق الدعم في الثقافه لا 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 في لا لا. ال... في الاقتصاد في موجود. الاعلام موجود. وهذا في اللي قالوه وتذكر الهبه اللي صارت على منصات التواصل الاجتماعي عندما ما خرج الاخبار ذي. لانهم ما فهموش فهمنا فهمك شوف. يقول لك هو حتى ومضات عموميه على, آه. على على الكوفيد 19 وقت ما حاولوش أي صارت مشكله صارت مشكله على برنامج كابيتال في آه لمسيس. ايه؟ اللي هو برنامج آه قوي برشا وحتى برشا توانسه يتبعوه وكذا اكيد ونفرحوا كي تم التركيز بضبط. على الاقتصاد التونسي او السياحه التونسيه. اي جاو فهمتي القناه ما عادش تتحمل. المصاريف نتاع البرنامج هذا لانه يعني مصاريف كبيره وفيها سفر وفيها ما الى ذلك بو. الدوله الفرنسويه دخلت باش انها تحافظ على البرنامج هذا وهذين طلبوا فيه نحن راهو الصندوق مش تجي تعطي فلوس وقت تجي تقول راهو انا تحويل روايه تونسيه الى مسلسل راني نجم نساهم فيه راهو الصندوق حاط فلوس لتحويل الروايات التونسيه مثلا الى مسلسلات إذا انت رفعت من الـ مستوى لكن حتى الاعلام عمومي زاد ناقص برشا دعم وناقص. لا لا سامحني. خاطر كل عام تنقص الميزانية. وقت تقول وقت تقول انه ثم الانفستيغاسيون اذا تعمل انت برامج استقصائيه برامج تحقيقات كبرى راهو الهيئه تدخل معاك او الصندوق ينجم يكون صندوق مستقل على الهيئه راهو راهو الصندوق يدخل معاك يساعد لهنا بديت ترفع انت اما وقت تقدم استقالتك والتكلفه كيف ما قلت لك. تعتلف أقل شيء 300 ألف دينار في الشهر ويبقى وحلين زاد لأنه ثم الجانب الآخر الحقيقة مش نشيطنوهم نحن ونعاقبوهم ونبقى نتفرجوا لا ثم عندهم جوانب موضوعية لازم نحكيه فيها فالدولة مع الأسف تساعد لك لوتيل وتساعد لك الفلاح وتساعد لك الحرفي وتساعد لك الجوايح وتساعد لك كل شيء ولكن راهو الاعلام عنده وظيفه لازمها الدوله تفهم انه الاعلام راهو يساهم في التنميه راه يساهم في رفع الذوق العام يساهم في تطوير الحياة وأخلاق الحياة السياسية ولكن إذا تحب يساهم بالشكل هذا بل أنت تكون مستقيل منه وتقيم فيه فقط لأنه التقييم تاعك سامحني باش يصبح كلام عنده حتى معه يعني مشكلة كبيرة الإعلام العمومي لازم يخضع إلى إعادة النظر في الموارد البشرية فهمتي هذه واحدة أيه؟ واثنين إلى ميزانيته لانه اليوم الاعلام العمومي ما هواش ما لازمش تو نشوفوا بالله سامحني في الانتخابات لولا التلفزه التونسيه الدور اللي قامت به التلفزه التونسيه ما تنجمش حتى قناه خاصه تقوم به يعني هل يعقل انك انت تشوف الاعلام العمومي في اللحظات الخطيره في الـ في الـ في, وباء الكورونا التلفزه التونسيه قامت بدور خارق للعاده ومع ذلك بعد بس توفى المشكله هذه المشاكل الصغيره هذه توفى فهمتي؟ يرجع الإعلام العمومي يتحول إلى آلة بيروقراطية فيها أجور وفيها غير لابد من إعادة تفكير في الإعلام العمومي وتوفير الإمكانيات الكبيرة له لأنه ما ثماش حتى عملية تعديل تمت في دولة في انتقال ديمقراطي ما يكونش فيها الإعلام العمومي هو القائد والرائد في مسألة عملية, آه. عملية التعديل فما نقطة دائماً الحقيقة تثير العديد من التساؤلات هل القرارات اللي اتخذها في بعض الاحيان الهيئه كايقاف برامج ومتابعه يعني مراقبه من بعد مراقبه محتوى خلينا نقول أه توقف برنامج من من الغد يعملوا برنامج اخر باسم اخر لكن تقريبا يبقى نفس المحتوى هذه صارت كذا مره كذلك الخطايا اللي تفرضها الهيئه على القنوات وعلى الاذاعات على اي معايير تتخذوها ومده الايقاف على اي معايير كذلك تتخذوها هل فما جدول معين ام انه هكا بالهمه لا لا مش بالهم او شيء ثم ل... قاعده في القانون تقول لا جريمه ولا عقوبه الا بنص قانوني يعني, أي يعني ما فماش هذه ما نجموش نعطيو رجل كين. القانون اللي فيك دفاع على السطح ما نجموش نعطي عقوبات وما عندكش نص قانوني بالعكس <applause> نحن ربما الفراغات في النص القانوني والا شططت في النص القانوني فهمتي عمل مشاكل شويه للهيئه في الجانب هذا اما نحن ما نجموش نعطيو عقوبات الا بنص قانوني وقت لي يتم لفت نظر وقت لي يتم التنبيه وقت اللي, اللي, اللي يصير تكرير تاع العود في نفس الاخطاء وعاده 90% الاخطاء اللي عاقبت عليها الهيئه هي اخطاء اخلاقيه تتعلق باخلاقيات المهنه تتعلق باحترام الاخر بالضبط تتعلق باحترام بح... الاخر تتعلق بالمراه فهمت عمرنا الى حد الان مخذينا قرار فيما يتعلق بالشان العام انت وقت تبدا تناقش في الشان العام بالعكس نغض في بعض الاحيان الطرف لانه نحب وسائل الاعلام تهتم بالشان العام فالخطايا هذه زاد حاجه اخرى انها قابله انك تمشي للمحكمه الاداريه وتنجب تستانف القرارات نتاع الهيئه المحكمه الاداريه لانه ثم شكون يقول لك هي راهي الهيئات هذه كما مجلس المنافسه وكما الهيكا وغيره هما يعني عباره على شبه محكمه يسموهم شبه محكمه باعتبار ان هي يعني تصدر خطايا وتصدر قرارات وتنجم تسكر وتنجم تعطي اجازه او تسحب اجازه او ما الى ذلك اما قراراتها قابله للمراجعه في المحكمه الاداريه وثم العديد من القرارات في المحكمه الاداريه اللي رجعتها للهيئه وما وافقتش عليها المحكمه الاداريه مهم. وما ثمش حتى مشكله وهذه هي المؤسسات لازم تعطي حق الدفاع للشخص اللي انت باش تعاقبه على نقطة أخرى الحقيقة تقرير هيئة سهام بن سدرين حول الاعلام اثر حفيظه الكثيرين لانه اعتبرت انه الاعلام القديم راجع لذلك لا لن يتم اصلاح الاعلام او تقدم الاعلام في تونس هل توافقها الراي في ذلك هشام السنوسي شوف قبل الحديث على سيام أنا نحب أقول انه انا ضد الحملات تعرضت لها سيام السدرين يعني لانه ثم حملات اللي هي تستهدف العداله الانتقاليه، وانا انسان نؤمن بالعداله الانتقاليه. ثماش يعني ما ثماش انتقال ديمقراطي بدون عداله انتقاليه وبدون ما تتحاسب ناس على جرائم عملوها في العهد السابق، نحكي على الجرائم وفري ولكن الحقيقه انا تفاجات وقت اللي شفت التقرير فيما يتعلق بالاعلام. مشيت مباشره نقرا فيما يتعلق بالاعلام. <applause> وقت اللي سهام السدرين اتحمل مسؤوليه ما يحدث اليوم في الاعلام فقط للنظام السابق وانه النظام السابق رجعت الفلول نتاعو يخدموا وهما الأعاقو عمليه اصلاح الاعلام وعاقوا عمل الهيئه حتى عاقوا عمل الهيئه وبالتالي خلاو الهيئه عاجزه على انها تنفذ انا نقول لا الحقيقه ثم جزء من الحقيقه ثم النظام السابق كأي أنظمة سابقة في الانتقال الديمقراطي حاول يدافع على روحه وحاول كيفاش يبقى يتمترس يتجد سواء في صياغ الإعلام أو في الصياغ السياسية أو في المجتمع المدني أو ما إلى ذلك ظواهر عادية هذه بعد الانتقال الديمقراطي ولكن اللي كنت نقول فيه والأحزاب اللي عملته هي الأحزاب الثورية هي الأحزاب اللي جابتها الثورة ولازمنا لهنا يكون عندنا قدرة على النقد الذاتي في الجانب هذا اللي عمل البيراتاج ما هوش النظام السابق ما هوش النظام السابق اللي اللي يحمي اليوم في القنوات غير القانونية ما هوش النظام السابق هي الأحزاب اللي جابتها الثورة مع الأسف ولهنا يطرح فكرة حول هذه الأحزاب رأوا من الطبيعي زاد هما كي تشوف موضوعيا لأن أحزاب في منشأها لم تكن فهمتي في منشأها ما عندهاش السوكل متاع حرية التعبير ما عندهاش الخلفية الفكرية متاع حرية التعبير لأنه ومش نقصد في النهضة بما في ذلك احزاب اليساريه الاحزاب المدنيه مم. لانه في اغلبهم ياما ما واحد يحكي للأمة الاسلاميه لما ياما واحد يحكي على العربية ياما واحد يحكي على الطبقة أور اللي نحن نحكي عليه اليوم نحكي على الحرية الفردية راو وقت تحكي على حرية التعبير الهدف الأساسي ما حكيناش على إذاعة كلمة ذاتها لانه ما مرت بعد مراحل ومشاكل و اذاعه كلمه سحبت منها الهيئه مثلا الاجازه سحبت وخذت قرار في سحب الاجازه من اذاعه كلمه ومع الاسف ما ثماش تطرق مثلا لاذاعه كلمه في التقرير انا نقول والله يعني صارت و... معاناه كبيره للصحفيين سامحني نحس روحي والله قلت لك نحس روحي نحس روحي نقتصد في الكلام على هيئه الحقيقه والكرامه لانه زاد نعرف الضغوطات اللي صارت على هذه الهيئه واللارسيلمو اللي صار عليها ولكن كلمه الحق لازم تتقال زادة لا وقت قرية الاعلام نحس ما تمش موضوعيه ونحس شخصنا تم لا تم يعني اقتصاد كبير ياسر في قول الحقيقه و, و وثم يعني حلوه, حلوة العباره ياسر دبلوماسيه اقتصاد في قول الحقيقه يعني مجانبه ومخاتلة جانب للصواب يعني <applause> أي ثم اللي الحقيقه قانونا هذا اللي علمونا اقتصاد ما في قول الحقيقه ما قالتش الحقيقه ما وصفتش اللي صار بالضبط ما وصفتش ما حكيتش على اعتصام قدام تعرضوا له زملائنا قدام التلفزه ما حكيتش على وحرسة. على الصحفيات اللي هما يتعداو وهما يسبوا فيهم ويشتموا فيهم وهذيك اعراض وما حكيتش على على التلفزه اللي ضربوا دمهم موجود على القاعه وكذا وكنا موجودين في اللحظه هذيك فهمتي ضربوهم فهمتي ما حكيتش على الموضوع هذا ما حكيتش على البيراتاج اللي موجود ما حكيتش على الاجهزه اللي دخلت من برا ما حكيتش على الشركات الاجنبيه اللي عندها لسان اللي تنجم تربط مع ساتلايت واللي ما عندهاش حتى ترخيص ما حكيتش كيفاش قاعد تدخل هذه الاجهزه مثلا لتونس يعني حقيقه يعني في فيما يتعلق بالاعلام آه ثم مجانبه كبيره للحقيقه ومجانبه كبيره للوقائع اللي سمعناها حسب لقاءنا اليوم حسسني ووقفنا على حقيقه انه الاعلام آه بعد أثور في مهب الريح خلينا نقوله وانه الهيكه بكل هذه الصلاحيات كي تقرا فحوى المرسوم 116 والمرسوم كذلك 115 تحس انه الهيئه هذه معناها ستنظم القطاع تماما بكل هذه الصلاحيات، لكن نحسكم ايديكم مربوطه مكتفين وحتى التنفيذ السلطه التنفيذيه ما تمشي معكم احيانا الا عندما تتوافق تطلعاتكم مع تطلعات شوف الحاكم شوف السلطه التنفيذيه عموما شوف انا ديما في بالي وقتها يحسكم حتى السيد اللي مسلط عليه التنفيذ انكم اداه في السلطه الحاكمه. نحكي معك وفي بالي في القرن 19 وقت الخير الدين باشا مشى يدور ويمشي لسكندنافيا ويمشي للبلدان الاوروبيه ويشوف البلديات ويشوف النظام السياسي كيفاش متشكل. اي وجا وحب يعمل نظام سياسي وعمل المرسوم تاع الدستور 1861. اي فما واحد صرخ في وجهه قال له اش خليت لسيدنا البي؟ قالوا خليت سيدنا البين خلوه الانجليز للسلطانة نتاع بريطانيا. السقف اللي خلقه خير الدين باشا انه علاش انا ما نكونش كيف فرنسا؟ علاش ما نكونش كيف بريطانيا؟ بقى في اللاوعي موجود تحس في اللاوعي نتاع التوانسه، التوانسه ديما يراو رواحهم بيه مش انا. وقت اللي بورقيبه منعت عدد الزوجات ما ثم حتى مظاهره طالب بعدم تعدد الزوجات. ولكن هو كعقل ثوري قرر انه يمنع تعدد الزوجات. لاحظ اليوم الدور اللي تلعب فيه المرأة التونسية اليوم لو مش المرأة التونسية سمحني فقط لو مش المرأة التونسية في الانتقال الديمقراطي احنا راهو الدستور مش على هذا الشكل المظاهرة اللي خرجت في 13 اوت هي اللي غيرت اللعبة اليوم نفس الشيء وقت نحن نقول لازمنا اعلام كما موجود في بريطانيا وكيف في فرنسا ولكن الواقع متاعنا والاحزاب اللي موجودة والمجتمع الموجود الكل لا يعكس ذلك ولكن وقت نرفع السقف نتاعنا تاكدي لو تشوف اليوم الاعلام التونسي وقت اللي يخرجوا السينياليتيك وقت تسمى برامج معاش تتعدى في وقت محدد لانه الاطفال ما لازمش يخرجوا فيها ما ثمش حتى تجربه اعلاميه عربيه اليوم يمكن ان توازي الاعلام التونسي بغض النظر على الالم اللي نحكيوا فيه ولكن نحن طبيعتنا عندنا فكر نقدي وبالتالي لازم نمشي لقدام ونطالبوا باعلام فعلا. افضل لان نخزروا ديما نخزروا ما وراء البحار ونشوفوا في الناس هذوما ونقولوا علاش ما نكونوش كيفهم وعلاش ما نكونوش خير منهم وهذا حقق نتائج يعني تنجم تكون الواقع نحكيه فيه ردي ولكن النتائج انا متاكد انه باش تكون على المدى البعيد باش تكون نتائج ايجابيه وانا متاكد انه تونس سوف تكون دوله مختلفه نهائيا على ما يحيطها حبيت الحقيقه هذا النفس التفاؤلي في اخر اللقاء لانه دائما نفخر دائما انه يبقى الاعلام مكسب مهم، حريه الاعلام مكسب مهم ومهم جدا بعد ثوره 2011 والحمد لله اللي تونس نقولوا سائره قدما لتوطيد هذا الانتقال الديمقراطي. شكرا لك هشام السنوسي، اكيد تحدثنا في الكثير من المواضيع لكن اكيد هناك الكثير من المواضيع الوقت ضيق ولم نتطرق لها، ان شاء الله في مواعيد إعلامية قادمة شكرا لك وشكرا للتلفزة التونسية يعيشك إذا هكذا نأتي مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذا اللقاء ألتقي وإياكم بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل أكيد في فنجان قهوة جديد إلى اللقاء